نورس اف ام خليها معك. اليوم رح نتحدث في عن الألياف، ألياف الرحم، الألياف على الرحم بالنسبة للمرأة. هذا الموضوع مهم كثير، كثير بتسألوا عنه، كثير في حديث بدور حوله. بس للحديث عن هذا الموضوع خلينا نروح مع بعض للدكتور عدوان البرغوثي، استشاري الأمراض النسائية وأطفال الأنابيب، مدير مركز هبة للمساعدة على الحمل. الدكتور الاختصاصي عدوان البرغوثي معنا على الهواء، بنقول له صباح الخير. صباح الخير، أنا وسهلا فيك دكتور عدوان. أول شيء بشرفتنا تكون على هوانا هوا النورس، وموضوع يعني احنا مش رح نتركك بس اليوم، احنا بشرفتنا تكون معنا في محطات يعني مستقبلية للحديث عن عدة مواضيع. يعني انا بعرف في انت من الخبراء والمختصين في قضية المساعدة على الحمل، انابيب، الامور هاي. طبعا احنا اليوم في برنامج بنقدرش ناخذ كل هالموضوع المواضيع شاملة، بس اليوم رح نتحدث عن الالياف عند المرأة اللي على الرحم بتكون هاي الموجود، يعني أعراضها، وضعها، خطورتها، شو بتنصح، كيف تقدر تلخص لنا هذا الموضوع في هذه في هذا التشخيص اليوم على الهواء مع بعض احنا. فإلك الهواء دكتور عدوان، تفضل. سيدي أهلا وسهلا، وإحنا بنتشرف نكون على الهواء مع راديو نورس للتواصل مع أبناء شعبنا ومع مجتمعاتنا لما فيه من زيادة الوعي الطبي والصحي عند أبناء الشعب الفلسطيني، لما يساعد هذا في العلاج وفي محاولة علاج الأمراض قبل وصولها إلى مستويات قد تكون خطيرة. بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع شائع، ألياف الرحم. ألياف الرحم هي عبارة عن تضخم حميد في جدار الرحم أو في عضلة الرحم، وبنحكي حميد يعني أنه مش سرطاني، وبالتالي هو من أكثر الأورام شيوعاً عند المرأة الغير سرطانية. هي تضخم حميد، ينتج هذا التضخم بسبب، طبعا حتى الآن مش معروف علميا ليش بالضبط بصير مع هاي الست ما بصير مع غيرها، ولكن هناك بعض المؤشرات وبعض العوامل التي تزيد وتجعل السيدة عرضة للإصابة بهذه المشكلة أكثر من غيرها. من ضمن هاي الأعراض أولا التأخر في موضوع الحمل، لأنه بالأساس هي هذه التضخم وهذا الورم في جدار الرحم ينتج نتيجة لتأثيرات هرمونية من هرمون الاستروجين والبروجسترون على جدار الرحم، فكلما طالت فترة عدم الحمل وخصوصا عند السيدات اللي بتأخروا بالزواج وبتأخروا بالحمل بعد عمر 30 سنة أو 35 سنة بيكونوا عرضة للإصابة بألياف الرحم أكثر من غيرهم. هذا أولا. ثانيا، معروف علميا بأنه السيدات ذوات البشرة السمراء عرضة أكثر من ذوات البشرة البيضاء. ليش؟ هذا شيء له علاقة بالجينات، وبالتالي هم عرضة للإصابة، يعني في أفريقيا أكبر نسبة إصابة بألياف الرحم عمليا، وأكبر ألياف تم استئصالها من الرحم كانت موجودة في أفريقيا وفي الدول اللي شعوبها بتميزوا بالبشرة السمراء والسوداء. طبعا هاي الألياف يعني تؤدي إلى عدة مشاكل عند السيدات. المشكلة الأولى يعني في كثير من المرات نتم اكتشافها بدون ما يكون في شكوى عند السيدة، بالصدفة أنها بتراجع للعقم أو بتراجع للمحاولة للحمل في العيادة، أو في عندها مشكلة نسائية أخرى من خلال الفحص التلفزيوني، وهو الفحص اللي من خلاله بتم تشخيص الألياف بنسبة 100%، وهو الأفضل فحص لتشخيص الألياف. جزء كبير من هذه الألياف يتم الكشف عنها من خلال الفحص التلفزيوني وبالصدفة. في بعض الأحيان إذا كبرت هذه الألياف أو كانت في موقع معين في الرحم، ممكن تبدأ السيدة بالشكوى من آلام في البطن، من تضخم في البطن، لأنه بتضخم الرحم، وبالتالي إذا وصلت الألياف لحجم كبير أحيانا حتى عند المتزوجات ممكن يصير نوعا ما لغط، أو حتى عند غير المتزوجات بأنه كبر حجم البطن وبالتالي ممكن. دكتور إذا ممكن بس توضح لنا، يعني لما بتقول الحجم يعني في يعني بالسنتيمتر أو شغلات؟ أي نعم. ممكن تعطينا أرقام؟ هي الألياف بتم تصنيفها بناء على تقريبا عاملين، العامل الأول حجمها والعامل الثاني موقعها. الموقع نقصد فيه أنه هناك ألياف تتشكل من الرحم وتنمو خارج الرحم، يعني بتكون خارجي من الجدار الخارجي للرحم، وهي الألياف عادة ما بتعملش مشاكل كثير.
لأن الرحم عدة طبقات، فإذا كانت في الطبقة الخارجية الرحم فعليا بتكونش ذات يعني معنى طبي كبير. النوع الثاني بيكون داخل جدار الرحم، يعني بتنمو جوا جدار الرحم في الجزء العضلي من الرحم. النوع الثالث بالنسبة للموقع لهذه الألياف هو داخل بطانة الرحم، يعني في تجويف الرحم محل ما بصير في حمل ومحل ما بصير في بتيجي الدورة الشهرية. إذا خارج الرحم، في منتصف جدار الرحم، وداخل الرحم. بالنسبة للحجم طبعا ممكن تكون ليفي بحجم سنتي وممكن تكون ليفي بحجم 30 سنتي. وبالتالي لما نحكي عن ليفي بحجم 20 و30 سنتي انت بتحكي عن بطن غابي، يعني غابي جوا بطن امرأة كأنها حامل في الشهر السادس أو في الشهر السابع. وهذا يحدث لغط أحيانا لما يكون هذا التضخم، أي رسالة بنوجهها للمستمعين بأنه ليس كل تضخم في البطن هو حمل، هناك تضخم نتيجة لأورام ومن ضمنها الألياف، وبالتالي مشان ما يحصل لغط في هذا الموضوع، هذا ممكن يحصل عند المتزوجات والغير متزوجات، فأي تضخم في الرحم يجب أن يتم إجراء فحص تلفزيوني للتأكد من عدم وجود أورام في الرحم أو في الموارد. يعني دكتور، ممكن الألياف للمتزوجات وللغير متزوجات يتعرضوا لهذا الموضوع؟ أي نعم، حتى الغير متزوجات معرضات للألياف أكثر من المتزوجات، لأنه فترة الحمل والرضاعة تقلل من تأثير الهرمونات على الرحم، وبالتالي بتكون حامية للرحم من الألياف. فترة عدم الحمل ووجود دورة شهرية كل شهر لعدة سنوات، هذا ممكن يعرض الرحم لتأثير هذه الهرمونات، هرمونات الدورة الشهرية، وبالتالي نجد الألياف عند الغير متزوجات أو الغير حوامل اللي بيعانوا من العقم لفترة طويلة، هم معرضين للإصابة بهذه الألياف أكثر من المتزوجات اللي بيحملوا كل 4 أو 5 سنوات أو سنتين أو ثلاث. طب كيف الأعراض بتبين سواء للمتزوجة أو غير متزوجة بالنسبة للألياف؟ حتى طبعا الأعراض أولا بالنسبة يعني أولا هي تضخم في حجم البطن وبالذات في الجزء السفلي من البطن، يعني تحت السرة، لأنه هي بتعطي لما كل ما تضخمت بتعطي كأنه رحم بكبر، يعني كأنه في حمل فعليا. هذا واحد. اثنين، أنه إذا كانت الألياف كما ذكرنا في منتصف جدار الرحم أو في خارج الرحم، عمليا ما بتعطيش أعراض ثانية غير التضخم والألم. إذا كانت الألياف داخل تجويف الرحم، فهناك أعراض أخرى تنتج وأعراض مزعجة، منها دورة شهرية قوية وطويلة ومتواصلة وعلى شكل نزيف. اثنين، أحيانا ممكن يتم إجهاض أو ولادات مبكرة عند المتزوجات الحوامل نتيجة لوجود ألياف داخل جدار الرحم، تمنع عمليا إنغراس الجنين في جدار الرحم أو تعيق تطوره وبالتالي تطرده ويحدث إجهاض أو ولادة مبكرة. في بعض الأحيان إذا كانت الليفي بحجم كبير، يعني 5 سنتي أو أكثر، ممكن أن تضغط على أعضاء أخرى مجاورة للرحم مثل المبيض، مثل الحالب، مثل المثاني، وبالتالي إذا كان في ضغط على المثاني بيصير في تبول متكرر. إذا كان في ضغط على العمود الفقري ممكن تؤدي لوجع في الظهر. إذا كان في ضغط على الحالب ممكن تؤدي إلى تضخم في الكلية واحتباس البول داخل الكلية. فبالتالي وين بتضغط وين ممكن نشوف أعراض، ضغطت على الجهاز البولي بنشوف أعراض يعني شبيهة بأعراض التهابات الجهاز البولي، ضغطت على الأمعاء بنشوف أعراض شبيهة بمشاكل الأمعاء، ضغطت على المثاني على الأعراض على العمود الفقري بنشوف أعراض تتشابه بآلام العمود الفقري. وبالتالي النزيف، تضخم البطن، والضغط على الأعضاء المجاورة، وكل عضو ممكن يعطينا عارض معين، هاي هي أعراض الألياف. طب دكتور، الألياف ممكن تكون إلى علاقة بالوراثة، يعني سبب وراثي؟ حتى الآن مش معروف إنه في إلى صلة مباشرة بالوراثة، ولكن في بعض الدراسات، لأنه كما ذكرت سببها غير معروف تماما، ولكن في بعض الدراسات تبحث عن أسباب جينية، لو كما ذكرت إنه في بعض العائلات منلقيها أكثر من غيرها، في بعض الشعوب أكثر من غيرهم، وبالتالي ممكن يكون في عامل وراثي أو جيني يساعد على تطور وتضخم عضلة الرحم وتكوين الألياف. بالنسبة للتدخل العلاجي دكتور، هناك جراحة وهناك علاج بالأدوية، كيف التدخل بتم، وهل تأخير يعني إنها واحدة تروح لدكتور بيأثر على إلى مضاعفات أخطر، يعني بيصير مضاعفات؟ إمتى بتنصح إنه التوجه والتدخل العلاجي يبدأ وإنه ما يتأخرش؟ بعرف كيف تقدر تعطينا فكرة عن هذا الموضوع، عن التدخل العلاجي.
وبرنامج. التدخل العلاجي أو الخطة العلاجية تعتمد على أكثر من عامل، تعتمد على السيدة المتزوجة والغير متزوجة، تعتمد على أنه هي بحاجة لحمل وخلفة ولا لا، يعني بتعاني من عقم، لأنه الألياف إذا كانت في تجويف الرحم ممكن تؤدي إلى عقم، ويعتمد على عمر السيدة، ويعتمد على الأعراض اللي بتشكي منها، وهذا كله يعني كل فئة من هاي الفئات اللي ذكرناها في لها طريقة علاج مختلفة. ولكن بشكل عام الألياف هي علاجها الأساسي علاج جراحي، أي استئصال الليفة من الرحم، وبالتالي قبل أن تكبر وتؤثر على الرحم، ويعني بنسميها بتأكل عضلة الرحم بشكل أو بآخر. وبالتالي العلاج الأساسي والنهائي هو علاج جراحي من خلال إما جراحة المنظار، وإما فتح البطن واستئصال هذه الليفة وإعادة ترميم الرحم كما كان. ولكن في بعض الأحيان إذا كانت هذه الألياف داخل تجويف الرحم وبحجم تقريبا صغير أو متوسط، يعني من سنتي إلى 3-4 سنتي، ممكن استئصال هذه الألياف من داخل تجويف الرحم عن طريق عملية منظار للرحم وليس للبطن، بدون جروح وبدون بدون أي فتح بطني. الطرق الأخرى للعلاج في طرق طبية، عن يعني في كثير من الألياف أصلا ما بنعالجها إذا كان حجمها صغير ومش عاملة أي مشاكل، مش مؤثرة على القدرة على الحمل، مش عاملة نزيف، مش عاملة الوجع، وحجمها أقل من 5 سنتي، وخصوصا إذا كانت داخل جدار الرحم أو خارج الرحم عمليا ما بنتدخل فيها، وفقط مراقبتها من خلال الفحص التلفزيوني إنه بتكبر ولا ما بتكبر، لأنه الألياف مع العمر ممكن تزيد حجمها. هناك أيضا جزء من العلاج من خلال الأدوية، عن طريق الأدوية التي تقطع الدورة الشهرية، يعني عبارة عن هرمونات تؤدي إلى انقطاع في الدورة الشهرية، وانقطاع الدورة الشهرية يؤدي إلى حرمان هذه الألياف من الهرمونات المغذية إلها، وبالتالي بعد فترة تبدأ بالانكماش. اثنين، هناك أيضا طرق علاج من خلال سد الأوعية الدموية، أو يعني قطع الدم عن هذه الألياف من خلال القسطرة، يتم إغلاق الأوعية الدموية المغذية لهذه الألياف، وبالتالي ما بيوصلها دم، ما بيوصلها هرمونات، وتبدأ هذه الألياف بالانكماش، ما بتروح من مرة ولكن بتصغر بحجم كبير. إذن فهناك علاج بالأدوية، هناك علاج بالقسطرة، وهناك علاج جراحي. في بعض الأحيان إذا كان حجم الليف كبير وأثر على تكوينة الرحم وعلى شكل الرحم وأخذت حيز كبير من الرحم، وكان عمر السيدة أكثر من 40 أو 45 سنة، وهذه السيدة أنهت عائلتها، يعني أنه جابت أطفال وانتهت من هذا الموضوع ومش بتفكر في حمل وفي خلفي وفي ولادي، وكان حجم الليف كبير وعملت لها مشاكل كثيرة، ممكن أن يؤدي الأمر إلى استئصال الرحم مع الألياف الموجودة في داخله. طبعا في بعض الأرحام ممكن نلاقي فيها ليفة واحدة، وممكن نلاقي 20 و30 ليفة داخل الرحم، وبالتالي كل ما كان عدد الألياف أقل وكل ما كان حجمها أصغر، كل ما كان الحفاظ على الرحم ممكن، ولكن كل ما كان حجمها كبير وعددها كبير نضطر في بعض الأحيان إلى استئصال الرحم، وخصوصا إذا موضوع الحمل والخلفة مش مطروح. سؤال دكتور بخصوص الجراحة، إذا تم استئصال هذه الألياف في الجراحة ممكنها ترجع كمان مرة؟ غالبا الليف اللي تستأصل لا ترجع لا تعود، ولكن كما ظهرت هذه الليف ممكن يكون في جدار الرحم هناك ألياف صغيرة لم يتم تشخيصها أو لم يتم رؤيتها داخل العملية الجراحية، أو لم يتم صعوبة الوصول لاستئصالها، وبالتالي نفس الليفة ما بترجع، ولكن ممكن تتكون ألياف ثانية، ولكن هذا نادرا. طب بالنسبة دكتور، يعني سؤال أخير، فيها لو هناك نصيحة بتحب تنصح فيها من خلال هذا الموضوع النساء اللي بسمعونا اليوم عن هذا الموضوع، شو في عندك نصائح؟ تفضل. أولا، هناك كثير من الأمراض النسائية بتكون صامتة، مثل أورام المبايض، أورام الرحم، مشاكل بتخص الرحم والمبايض والألياف وإلى آخره، هي أمراض صامتة. أمراض صامتة أنه ممكن تصل إلى أحجام كبيرة بدون ما البنت أو السيدة يعني تنتبه لهذا الموضوع أو تولي اهتمام لهذا الموضوع، وبالتالي مهم جدا في الأمراض النسائية أن يكون في هناك فحص دوري تلفزيوني من خلال الألتراساوند أقل شيء من 6 شهور لسنة، وحتى لو لم تعاني من شيء يفضل أنها تتوجه لدكتور نسائي لعمل فحص تلفزيوني للتأكد من خلو الرحم والمبايض
من أي أمراض. أي هذا رسالة رقم واحد. رسالة رقم اثنين، أي اختلاف في الدورة الشهرية، تأخير في الدورة الشهرية، وجود دورة شهرية أكثر من مرة في الشهر، دورة شهرية طويلة غزيرة متواصلة، كل هذا يعني ظاهر من ظواهر المشاكل النسائية. وبالتالي من المهم جدا إذا كان هناك خلل في الدورة الشهرية عند البنات أو عند المتزوجات، التوجه لطبيب نسائي لعمل فحص تلفزيوني للتأكد من خلو الرحم والمبايض من أورام ومن مشاكل أخرى. دكتور عدوان البرغوثي، الاستشاري، استشاري الأمراض النسائية وأطفال أنابيب، مدير مركز هبة للمساعدة على الحمل، كنت معنا في هذا الطل الموجودة اليوم الحديث عن الألياف، ألياف الرحم عند المرأة. بنشكرك، وإحنا إن شاء الله بيكون في لنا محطات تانية للحديث عن مواضيع تانية من طبعا من خبراتكم المهمة جدا. شكرا لك وتحياتي. نورس راديو 93.5 FM.